بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص اصبح في حكم المؤكد ورسميا الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه الحكام الرئيسيه بقيادة محمد فاروق وتوفيق السيد والأخ بريرا اللي جاي بيقبض على الجاهز أمين عمر حكما رسميا وحكم ساحة لمباراة نهائي الكأس غدا، المباراة اللي هتقام 9:15 بين الأهلي وبيراميدز. هيعاونوا محمود أبو الرجال أحمد حسام طه، ولأول مرة ثلاث حكام في الفار. مين حكم رابع؟ محمد عادل. مين حكام الفار؟ أحمد الغندور وعمر الشناوي ومعاه هاني عبد الفتاح. يعني بصوا كومبو كده وميكس احتواء على بروتوكولات على عصام هناء على كله. يعني هم جابوا تلامذة عصام هناء كلهم وحطوهم في بوتقة واحدة وقال لك يلا ورونا بقى ابداعاتكم بكرة في مباراة النادي الاهلي. امين عمر اللي له سوابق كتير مع النادي الاهلي، عمر الشناوي حدث ولا حرج، ده ماستر احتواء بالنسبة لنادي الزمالك، وأي حاجة ضد نادي الزمالك بيعملها أو لصالح نادي الزمالك يعني بيعملها. بكرة الماتش واضح جدا، تذاكر اديناها البيراميدز عشان نرضي بيراميدز، حكام جايب لك كومبو حكام ميكس حكام احتواء على كيفك، على كيف بيراميدز، على كيف بيراميدز. كرة في ملعب لعبت النادي الاهلي، ماتش بكرة مش ماتش فنيات على قد ما هو ماتش رجولة. 11 راجل في الملعب، عايز 11 ذكر اسد محترم اهلاوي في ملعب المباراة. مسؤولية كبيرة بكرة على لعبت النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي اللي هيحضر بكرة باذن الرحمن. اعملوا اللي عليكم وباذنك يا رب، انا بقول لك من دلوقتي باذنك يا رب هنكسب 3، هنعيد 3 مرة أخرى، ونهاية بيراميدز هتبقى على أيدينا. نهاية بيراميدز فنيا، نهاية بيراميدز كرويا، هتبقى زي ما كان السبب في تأسيس بيراميدز ونشأة بيراميدز هو مكايدة في النادي الأهلي. الأهلي سيكون سببا رئيسيا في نهاية بيراميدز على إيد النادي الأهلي. النهاردة ومنذ دقائق قليلة كانت مباراة الجريحين، نادي الزمالك اللي بيسعى للثأر من الهزيمة بثلاثية في كاس الرابطة من نادي البنك الأهلي، واللي بيحاول انه يطلع من مركزه في المنطقة مش الدافئة، كانت منطقة قريبة جدا من الهبوط. النهاردة جماهير نادي الزمالك بتثبت للجميع ان الموضوع مش قصة كام بطولة، ده عشق من الطفولة. واحدة من الاكاذيب اللي عشنا عليها تاريخ كبير جدا ان جمهور الزمالك تيجي تكلمه يقولك انا ما بحبش الزمالك عشان بيكسب، انا ما بشجعش الزمالك عشان بطولة. لا، الموضوع موضوع عشق، الزمالك بيكسب، الزمالك بيخسر، الزمالك بيهبط، الزمالك في المنطقة الدافئة، احنا لازم نقف في ظهر الزمالك. فالنهاردة كان واضح جدا الحضور الجماهيري الكبير، فوق 15-20 ألف مشجع كانوا موجودين بيتعدوا على أصابع الإيدين، حوالي 20-30 مشجع كانوا موجودين بيشجعوا نادي الزمالك. وهنا السؤال وعايز حد شاطر يجاوبنا عليه في الكومنتات، يا ترى يا هل ترى جمهور الزمالك كان غايب عن ماتش البنك الأهلي ليه؟ هل لأن هم مشغولين بماتش بكرة؟ هل لان هم بيفكروا ازاي هيحضروا ماتش بكرة؟ لان ماتش بكرة ماتش بطولة لبعض جماهير نادي الزمالك، مش عايز اجمع الكل، ماتش بطولة. ان الاهلي يخسر بكرة ده ماتش بطولة بالنسبة للزمالكوي. يعني الزمالك لو طلع خالي الوفاض، طلع موسم صفري، كون ان بيراميدز يكسب دي بطولة تضاف لبطولات نادي الزمالك ودولاب بطولات نادي الزمالك. عشان كده شفنا النهاردة الجماهير بتعزف عن المباراة. لأول مرة في التاريخ
والحاجات دي ما بنشوفهاش غير في ملاعبنا، والحاجات دي ما بنشوفهاش غير مع لعيبة الزمالك السابقين. يعني مش هتلاقي مثلا لعيب من لعيبة الأهلي السابقين بيروح قبل الماتش يسلم على الجهاز الفني ويحضن ويبوس وبتاع وأحضان دافئة، لا بعد الماتش اعمل اللي انت عايزه عشان إثارة الشبهات، نتقي الشبهات، نبعد عن الشبهات، إلا في نادي الزمالك والفرق اللي بتلعب نادي الزمالك. قبل كده أحمد علي كامل عملها في مباراة المقاولين العرب، راح سلم على جده فيريرا وباس وحضن وبتاع، وكان أحمد علي كامل ضيع ضربة جزاء في المباراة لصالح المقاولين العرب. النهارده نفس الحكاية، الأخ إسلام جابر برضو نفس الفيلم الهندي، بيروح للجهاز الفني بوس وأحضان دافئة، برضو بينزل المباراة ما بيعملش أي حاجة خالص. أنا عايز أسأل سؤال لمسؤولي البنك الأهلي، يا جماعة أنا بحس إن أنتوا فرع تاني لنادي الزمالك، في لعيبة بتلعب في البنك الأهلي تحس إنها بتلعب زيادة مع نادي الزمالك والبنك الأهلي بيلعب ناقص لاعب. يعني في لعيب في ماتش 3-0 بتاع كاس الرابطة، اللعيب ده طلع من هنا التلات تجوان جم من هنا، لأن كان كل هجمات البنك الأهلي بتتكسر وتنتهي على أقدام هذا اللاعب، خرج التلات تجوان جم. النهاردة اللاعب ده بينزل النهاردة وبيلعب وبيكمل في المباراة، كل هجمات البنك الأهلي بتنتهي عند هذا اللاعب. مش عايز اتهمه بالتفويت، ولكنه يعني هو تاريخه كده، هو تاريخه كده، كل الأندية اللي بتلعب ضد الزمالك هذا اللاعب ما بيكونش موجود. يعني عارف النهارده لو البنك الأهلي بيلعب ناقص لاعب والله كانوا هيلعبوا أحسن من كده. لو البنك الأهلي بيلعب الماتش كله 10 لعيبة مش 11 هيبقى بيلعب أحسن من كده. ليه؟ لأن البنك النهارده بيلعب 10 ضد 12، بيلعب 10 ضد 12، اللاعب ده ما تحسبوش تبع البنك، لا هو تبع الزمالك، هو تبع الزمالك. لكن عايز اقول ان الفار النهارده لعب لعبه رخيصه، ما زال الاحتواء التحكيمي موجود من اجل انتشال نادي الزمالك من المركز السابع بالنسبه له. نادي الزمالك في مركز صعب جدا، اتحاد الكورة ولجنة الحكام كل الجهود بتتضافر، وفي بداية الفيديو قلت لك بيريرا جاي يقبض مش جاي يشتغل، لأن اللي حصل النهاردة في مباراة الزمالك في لقطتين شقلبوا كيان المباراة، لقطتين شقلبوا كيان المباراة. الثانية 43، الثانية 43 في بداية المباراة طرد مباشر للاعب رقم 5 محمد عبد الغني، الاسترزاد في ركبة الزبون بتاع البنك الاهلي طرد مباشر، حتى لو الحكم ما شافهاش في فار، في تقنية فيديو. زي ما رجعت اللقطة بتاعت الهدف الملغي وقعدت ساعة الا ربع تشرب حجر شيشة وتراجع الفار بتاعك عشان تأكد ان الكرة هدف ملغي بالرغم ان ما فيهاش حاجة، كنت في ايدك تراجع اللقطة بتاعت محمد عبد الغني اللي فيها كارت احمر مباشر. انت عارف يعني ايه فرقه تبدا في الدقيقه الاولى ناقصه لاعب والفرقه دي لسه شايله 3 من البنك الاهلي؟ لكن زي ما بقول لك الاحتواء موجود، عاد الاحتواء بقوه، ففاز الزمالك اليوم. الزمالك لم يفز باقدام لاعبيه، الزمالك فاز بروح الفار. الزمالك تقدم بهدف، حتى الهدف المخرج ما شفناش الهدف، الحكم راح حسب الفاول وواقف على راس الكورة. من المفترض طالما حضرتك رحت وقفت عند الكورة وهتوقف حيطة وهتوقف اللعيبة خلاص، يبقى الكورة تستنى ما تلعبهاش بقى وتمشي، لا اتلعبت بسرعة ويلعب ويجري وبتاع وارفع هوب تيك تاك جون. ربنا كرم البنك الاهلي في الشوط الثاني بهدف. طبعا الزمالك من بعد ما جاب الجون قعد يضيع وقت، الزمالك قعد يضيع وقت. طبعا ألف به كورة، الفريق اللي بيضيع وقت ده اعرف ان هو فريق تعبان، فريق على قده، فريق الثقة معدومة، ثقة لاعبي الزمالك في نفسهم معدومة في الأرض.
الدقيقة 70 أو 72 جه هدف لصالح البنك الأهلي. لعبة مركبة وفيها حاجات كتير، لكن اللعيب الأوفسايد ما شاركش في الكورة، ولأول مرة في تاريخ كرة القدم في العالم كله الفار يطلب حكم المباراة في كرة أوفسايد إنه يراجع الكورة. أمال أنت شغلتك إيه على الفار؟ يعني أنت كفار تقعد معطلنا جنب سيادتك 10 دقايق تراجع؟ ده انت لو بتراجع ثانوية عامة كنت قفلت المنهج. 10 دقايق بتراجع وفي الاخر تقول للحكم تعالى شوف اوفسايد ولا مش اوفسايد؟ امال انت شغلتك ايه على المدفع خلبوسة؟ شغلتك ايه على المدفع بورورم؟ لما حكم الفار مش عارف، ما بيعرفش، ده يبين لك ان اللي اختار حكام المباراة اصلا شوية احتوائيين، مش عايز اقول كلمة تانية، حيائي يمنعني، شوية احتوائيين، شوية بروتوكوليين من بتوع ارواح عصام هناء، من بتوع ارواح عصام هناء. الحكم بيروح بيشوف الحالة، طبعا جابوله اللقطة اللي فيها اللاعب اللي مش متداخل اصلا جابوه اوفسايد، بالرغم ان اللاعب اللي لعب الكره في الاساس ما كانش اوفسايد، لكن كالعاده ما ينفعش الزمالك يبقى بيغرق ومفيش اللي يمد ايده للزمالك. 3 نقاط مهمين لنادي الزمالك، يعني حتى باسم مرسي ما فرحش. والله انا قعدت ادعي واقول يا رب يا رب الجون ما يتحسب، اقسم بالله. ليه؟ عشان باسم اللي جابه، لان باسم يعني انت عارف انت اللي هو ادعي على ابني واكره اللي يقول امين، هو شاطها بس ما كانش عايزها تخش. تحس ان باسم مرسي كان قلبه مقبوض من جواه، يا رب الكره ما تتحسب. فانا سهلتها على باسم والحكم سهلها على باسم وما حسبش الجون لصالح نادي البنك الاهلي. البعض اللي بيتكلم من المدلسين المضللين يقول لك ما هو لو كان اطهر الطاهر زي الواد ودنه، لو كان اطهر الطاهر ضيع ضربة الجزاء ضد سان داونز ما كانش الاهلي تأهل، وكان زمان الاهلي زيه زي الزمالك. خلاص يا جماعة، انا بطالب الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه نرجع ونجيب فريق سان داونز، نجيب الحارس بتاع سان داونز اسمه رولاني باين، ونجيبه ونجيب اطهر الطاهر ونروح ام درمان في ملعب الجوهرة الزرقاء ونعيد ضربة الجزاء لحد ما يجيبها اطهر الطاهر، علشان الهلال السوداني يتأهل، لان اطهر الطاهر ضيع ضربة الجزاء، فلولا اضاعة ضربة الجزاء ما كان تأهل النادي الاهلي. احنا بنتعامل مع شوية مدلسين، والله بنتعامل مع شيزوفرينيا. ما سألتش نفسك سؤال، اعلام تحت بير السلم، البرامج اللي تحت بير السلم اللي كل يوم شغلين نفسهم غرامة كهربا، وامتى كهربا يدفع الغرامة وامتى كهربا يسدد الغرامة، ما سألتش نفسك سؤال، هو ليه الاعلاميين دول او البرامج دي ما سألتش نفس السؤال بس على نادي الزمالك ليه؟ الزمالك مديون لاتحاد الكورة بفوق من 70 مليون جنيه، ليه ما شفناش واحد ذكر من ظهر ابوه طلع قال هو الزمالك هيدفع الفلوس امتى، هو الزمالك هيسدد المديونيات اللي عليه لاتحاد الكورة امتى؟ محدش سأل، ولا حد في دماغه اصلا، ولا حد بيفكر اصلا. لكن كهربا ده اللي اكل الجبنة. امال ايه؟ كهربا هو اللي اكل الجبنة، كهربا عامل حرقان لناس كتير قوي. الاخ اللي اسمه عصام الحضري بيقول لك ماتش الاهلي والهلال ما اتفرجتش لانه ما يهمنيش. لا يهمني المباراة ولا انت تهمنا بحاجة. هو حد متابع عصام الحضري يا جماعة؟ حد يهمه امر عصام الحضري في حاجة؟ عصام يا حضر، انت لفيت على طوب الارض، الاحياء والاموات،
عشان ترجع النادي الاهلي، والحمد لله ادارة الاهلي المحترمة رفضت انك ترجع. اللي زيك يا حضري خلاص اتمسح باستيكة من تاريخنا، كل الاحترام والتقدير لشخصك، لكن انت مين عشان تقول ما يهمنيش ماتش الاهلي والهلال؟ انت كمان ما تهمناش، ولا عايزين نعرف حاجة عنك، ولا عايزين نسمع اصلا عنك. شرف ليك لما تتكلم على الاهلي، وشرف ليك لما تتابع مباراة للنادي الاهلي. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام.